ومعانيها ما حد قليبه خالي شايل بلاويها اليوم فرح باكر حزن مثل رسوم ملونه اليوم فرح باكر حزن مثل رسوم ملونه احلى الايام احلى الايام احلى الايام احلى الايام احلى الايام احلى الايام لا 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 هذه الحياه جنة يا ناس كل عايش عايش على فن لا 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 هذه الحياه جنة يا ناس كل عايش عايش على فن ودي اطي يا يا بس يا 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 وانجل عنا ودي ونعيش معكم عمر أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى 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 الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام بن الباب تعال دلو باب جدي نعم باللو امشي امشي يلا بابا تعال تعال شنو هالبنشرتي اللي مدش شبيت هذه بصبي صبي امي طالبه صبي قام ابوي جاب لها هذه بالطياره ها ها هذا جايب طياره تعال 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 مبارك دي خلي عندك يبالي انا اروح انادي ابوي انت جايب طياره والله زين ما طاحت الطيارة يا بنت وما الطيارة انت ما لي يبونك على تشيبال ما لي يبونك بتشالة بدوبة ماشي ما الطيارة لا حول الله تو يا هالراس اللي تقول مبرد الحمد لله على السلامة يا ولدي تعرف عربي اقطع وخص شال تاك تاك انا ابوك حلامك انت تعرف تعرف هندي ها تعرف سواحلي يو سبيك انجلش اتشا كيسه اتشا زين زين اتشا اتشا زين اللي نطقت يا ابن الحلال زين تو يا وجهك تقول ديدس خلطه ام حلوب نومي بقوانه نومي شيطانه الدنيا تهجاه صمدي ميتو انسانه اضحك بالله اضحك اي بعد يحش 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 كامل الله اكبر ما شاء الله تعال والله تعال ما شاء الله ويا راسك تقول تيبال شوفي شوفي هالمجله اللي ولدك غانم قاعد يدرس فيها اشوف لا 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 ما يحتاج تشوفينها خليها عنك يمكن باق خلقه من القرايه والكتابه قاعد يرفه عن نفسه تعلميني عن غنوم غنوم ما درس موليه فاتح المسجل على حده وقاعد يطالع هالبلاوي دش السلام عليكم عليكم تعال يا قليل الأدب يلي ما تربيت ايش فيه ايش صاير من وين يعيب هالمجلة من عند واحد رفيجي رفيجك من وين يعيبها من عند واحد رفيجي رفيج رفيجك من وين يعيبها رفيج رفيجي بايقها من مكتب ابوه ابو رفيج رفيجك من هو وش اسمه ابو رفيج رفيجي يصير رفيجك يبا تحملت تحكي قدام امك ان شاء الله ان شاء الله ايش عندكم تساسرون لا ما انت تساسر ولا شيء بس عجب اللي ما يستحي على وجهه يبدا الصبي اكو في الصاله هات السويتش تفضل وترست التانك بترول كانت على الزيرو صبر لا عادي
ايش عندكم تساسرون؟ ايش قلت لابوك؟ اسالي ابوي يمه، انا مالي خص. ياه، وين راح الصبي؟ ايه يا ابوك، تدور شيء ضايع منك؟ لا يبا، الصبي اللي يا بغانم الحين من المطار. اوه يا حليله، خوش صبي، قعدت اسولف وياه بالمطبخ، دق سوالف وضحت وحكي، يا زينه يا ابوك. يا هو يعرف يتكلم عربي؟ وا لا والله ولا كلمه. حيل، شلون قدرت تتفاهم معاه؟ بالاشاره يا ولدي، يشر براسه وبرجله وبرقبته وبيده، عجيب عجيب، كل شيء فيه يتكلم كأنه سبرينج. ايش رايك فيه يبا؟ باين عليه بن حلال ويعرف الاصول. والله يا ولدي والنعم. ايه الحمد لله. ايش هالمجله اللي بيدك؟ ايش فيها يا ولدي؟ فيها شيء؟ شو فيها؟ ما فيها شيء يبا. هاتنا عجل خلنا تطمش عليها، كان فيها عكوس زينه نفرج عن النفس يا ابوك. اشو يبا، تعال علامك مختبص انت، ايش فيك مختبص متغير؟ ايش تبي تخسر يعني امها وابوها؟ اقصاها قراطيس بريال وبريالين نشتريها. اشو عطني اياها. اشو يا ابوك، اشو يا حسبي الله عليك يا غنوم. افا افا يا ولدي يا علي، افا، رجال متزوج من 25 سنة وعندك 4 عيال ما شاء الله كلهم رجاجيل، اطالع هالنماين هذي. اباها مبلي. انكر يا علي انكر، ولا قطها على واحد من عيالك، ولا قول بعد مالت غنوم هذي مهي مالتك، قول. هذا انت ما عرفت ربيك عادل يا علي. غنوم غنوم، وين راح كلمات سلاح على وجهك؟ والله ان صدتك لا كسر راسك. هلا سوري هلا سوري، زلطني بيده وما رد علي علي، هلا سوري هلا سوري، زلطني بيده ما رد علي علي. اي بدرية، شلون احمد؟ الله يهديك، انت لو يهمك احمد كان رجعتي البيت. بس انت عارفه يا بدريه، ما اقدر اسوي شيء، امي راسها ناشف ومصممه على رايها. اي بس انت تقدرين تاثرين عليها. بس لو انا صج عزيزه عند احمد كان يوم كلم امي. يعني انت يا نوره ما تعرفين معزتك عند احمد؟ احنا ايش نقدر نسوي؟ انت تعرفينه، هو راسه يابس ومصمم على رايه. شاخرة العناد، لا هو راضي ولا امي راضية. نورة لا نورة. انا هني، تعال، ماكو احد غريب، هذه بدرية، ما تعرف بدرية بعد؟ بدرية، اهلا بدرية. اهلا اهلا سالم. سالم شبيك مستحي؟ يا الله يهداك يا نورة، الريايل يستحون عاد، انا بس كنت خايف ان بدرية هي اللي مستحية. بدرية عيل، شلون بتسافرين وتروحين تدخلين الجامعة؟ وليش ما دش جامعة قطر؟ أنا خريجة علمي وأملي أدش كلية الطب. ما شاء الله ما شاء الله، يعني أنت صايرة أحسن من أحمد. أحمد هالفقير ما بغى ياخذ الشهادة الثانوية إلا عقب طب، وهو عش أصلا. أحمد كان يقدر يدخل الجامعة وياخذ الماجستير والدكتوراه بعد، بس عمي ما رضى، بغى يساعد بالتجارة. زين يا نور الله يهداك، احنا ما قلنا شيء، شوي شوي حاسبي. وبعدين انا مو بقصدي اني اسخر من احمد، شفت يا بدرية، احمد ونورة متهاوشين ومتحاربين كأنهم يهالو.
هما ما يستغنون عن بعض، واللي بينهم مجرد سوء تفاهم، وإن شاء الله يرجعون حق بعض. نذر علي، أول ما نتصالح أنا وأحمد أول شيء أخلي وافق على سفرتك. إيش تبين بعد؟ ياه، وأحمد اللي ما كان موافق إنه تسافر بدرية؟ وش حقا مستغرب أنت؟ مو أنت اللي ما رضيت أكمل تعليمي؟ إيه نورة، هذا الكلام من زمان، والإنسان وأنا أخوك أفكاره تتطور يوم عن يوم. وصدقيني يا نورة، إن من ذاك اليوم وأنا ألوم نفسي وأقول آخ يا ليتني خليتك تكملين دراستك يا نورة. انت من سمح ليش تروحين حق نورة؟ ابوي مبارك قال لي روحي لها حاجيها وتحايلي عليها يمكن ترجع. لا والله اخو شيء، يبون نروح نتحايل عليهم ونذل نفسنا لهم. ابوي مبارك يوم شافك زعلان ومتضايق كسرت خاطره. لا متضايق ولا زعلان، نورة تبي ترجع اهلا وسهلا، ما تبي يلا مع السلامه. احمد ايش هالكلام اللي تقوله؟ انا اول مره اسمعك تقول كذي. اخوك يا بدريه كبر. اي نعم كبر وفهم معنى الحياه الزوجيه. والله وشنهم عن الحياة الزوجية؟ الزواج معركة، والجيشين اللي يتحاربون هم الزوج والزوجة، واللي يضعف منهم قدام الثاني هو المهزوم. الزواج معركة؟ اي نعم، وانا لازم اصير قوي شديد واناغل، ولا يمكن انهزم في اول معركة، اصير بطل. مالت على البام يا ام السلاسين، مالت على الابطال اللي انت منهم. يبا مبارك وش هالكلام اللي ماله سنع يا ولدي؟ استح على طولك يا احمد. يبا مبارك احمد يبي تحارب مع نوره. الله 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 الله، هست يا ولدي واحد في الدنيا يتحارب مع امرته؟ الله ما كثر الحروب بهالدنيا، روح تنقلك واحد منهم. انا يبا سويت اللي وش سويت؟ سويت سواد وجهك؟ هذا انت يا ولدي ما اعتمدت على نفسك، معتمد على ابوك بكل حاجه، تاكل وتشرب وتمشي يدك بالطوفه وتشتغل بحفيزاته. لا يا ولدي، الرجال لازم بيمناه ياخذ الحياه ويحط له بيت هو ومرته بروحهم. اسمع كلامي يا ابوك، وذيك الساعه روح حارب امرتك، وان غلبتها هاللحيه ما هي على رجال الا على شمه. اوه تبي تطيرني من ايش فيك؟ الحين بقول لك يمه، الحين بقول. يلا قول. ان شاء الله عاد بقول لك، ريحي شوي. ما تقول، هذا احنا بروحنا. اوه منو ذي بعد؟ هذا الصبي اكيد، انا طر شيء تفاح. ادخل. جبت التفاح؟ هذا تفاح؟ شوف يا غان، ساعة وأنا فاهمة عشان يجيب لي التفاح طالع شايب لي. ما عليه ما عليه يمه، ما البصل مو بعيد. ها قوم واكل انت وضع. يلا جلو جلو، جيب لي قراص ماي روح. يلا قول، هذا احنا بروحنا. يمه الحقيقة أنا ودي أطلب منك طلب بسيط كلش. لا 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 لا، شنو؟ أنا للحين ما طلبت شيء. أنا عارفة اللي بتطلبه. زين قولي يلا، ايش بطلب يمه؟ انت ايش ماخذ عقلك غير السياره؟ لا يمه هذه خلاص انا اجلته، اذا نجحت ان شاء الله بطلب هديتي من ابوي سياره، اذا نجحت يا رب انجح. على ايش تبي الحين؟ انت والله بوكس. اقول لك كيف لي ما بارت لي من النل حار؟ غانم فاهمه ذبحني. تعال تروح المطبخ تجيب قلاص داخل ثلاجه فيه قلاص ماي بارد. سمعت ان جيب لي بالدنيا ابدي بقصه. يلا اطلع بعدك. يلا قول يما. الخميس هذه بسافر يا ولد عمي مايد، بنروح البحرين. يا مايد؟ مايد ريال يشتغل موظف، لكن انت وراك امتحانات وراك مدرسه. معنا يما بنسافر الخميس الساعه 1 وبنرد الجمعه في الليل، ما في شيء. ابوك ما يرضى. ما في داعي ابوي يدري. يا سلام، يعني تبي نخش عنه؟ الله يهداك يما. يعني هذه أول مرة تخشين عن ياما. أنا وأحمد سوينا أشي وأبوي ولا عنده خبر بها، يعني هات على السفرة الصغيرة كلش. ما يخالف بس كل شيء ولا السفر. بعدين أنت ما تبي فلوس؟ أمبلا. وما نجيب لك؟ من عندك يما. أنا ما عندي فلوس. اسمع، شيل فكرة السفر من راسك وخليك عاجل جابر دروسك.
يا ربي على هالخدعي هذا ما ينفعني فيه. انتبه معاي هني، الشيء اللي باشر لك عليه واقول لك اسمه، فاهم؟ هذي ناصر، ناصر، هذي ناصر، انت شو اسمك؟ شو اسمك؟ ريري شش جت راي. بوه اسمك صعب، تدري انا باسميك اسميك سنقم، انت سنقم. شو اسمك؟ سنقم؟ سنقم؟ عجب ودجب. زين الحين نبدا الدرس الاول. هذه موز، شو اسمها؟ شو اسمك؟ موز. تمام تمام. وهذه تفاحه، شو اسمها؟ شو اسمك؟ تفاحه. شاطر، اكونت ذكي، صح الله لسانك. انا بخليك تاخذ الشهاده الثانويه قبل غانم. بطيخه. وهذه بطيخه، شو اسمها؟ شو اسمك؟ بطيخه. اي هاي الخضره بطيخه، لا تنسى. ها شلون استاذ؟ ما دام انا استاذ يا يمه ما يحتاج تسالينه، شوفي بنفسك اسالي بروحك. اه زين، هذا شنو هي؟ شو اسمك؟ بطيخه. هاي دراستك؟ ما دام هذا استاذك بالعلم انت فرق بين الخياره والبطيخه. يمه اولا انا ناجح السنه، ثانيا هذه اول درس ادرس له، صبر شوي اسبوع واحد بس وتشوفي شلون بعدين بيتكلم. بلبل اقول مدقي. ها جبت الاغراض اللي قالت لك عليها امي؟ اخبرتها جميعا يا سيدتي. يا ناصر اخوي علمك اللغه العربيه الفصحى؟ اجل سيد ناصر قد علمني عربيه الفصحى. بكم جبت الخضره هذه؟ 80 ريالا يا سيدتي. هل شويه هذه 80 ريالا؟ نعم. اشوف والسمك هذه بكم؟ 98 ريالا يا سيدتي. هل سمكتين 98؟ مالت عليك؟ لا يهمني أن مالت علي أو عليك سيدتي، لكن السمك فعلا ب90 ريال. الحين يعني هذه الأغراض كلها بكم صارت؟ 750 ريالا يا سيدتي. 700؟ أنت ينيت؟ مجنون أنت؟ أنا لست مجنونا، التجار هم المجانين، إن الأسعار شواذم النار يا سيدتي. صح الله لساني يا سيدتي. اسمع مرة ثانية ما تشتري شيء إلا تجيب فاتورة معاه، فاهم؟ سماء وطاعة. يلا اذلف اذلف كف. نعم يما. شفيك ما تسمع؟ هاك قرأ لي الفواتير. فواتير هذه؟ فواتير الأغراض اللي يبغى الصبي. ايش دعوة يما، كل هذه أغراض شريتوها؟ ايه بيتنا فندق يما. علشان تعرفون وتقدرون أبوكم يصرف كل حلة وحلالة عليكم. تدرين خلي بدرية ولا ناصر يقرونهم لك. وليش انت ما تقرأهم؟ أنا مو فاضي، ما تشوفيني قاعدة ذاكر. أشوف الكتب مكودة، قاعد ذاكر فيه. أنا ذاكر في عقلي يما كل المعلومات اللي ذكرتها من قبل. أرجوك ما تعطليني، ترى إذا سقط بتكونين أنت المسؤولة. لا لا إيش حق مسؤولة، اقعد يما بس لا تعورك عيونك بكثر الكتب. ناصر نعم. تعال اقرأ لي الفواتير. لا عاد كفاية، أنا علمتكم الصبي بعد أقعد أقالكم فواتير. لا علي اسمي يما راح ألعب كورة تعطليني. حسرتي من هالعيال. آه أم أحمد وش حسرتك عليه يا بنتي؟ من هالعيال يا عم اللي ما حد راضي يقرأ الفواتير. إيه والله يا بنتي
الحال من بعضه، ولا كان انا الحين لو عارف اقرا كان هليتهم لك هل. يلا ما عليه، اروح البدريه على ولا ما يحتاج بعد. وراه يا ابوك ما يحتاج، بدريه والله ما عمرها رفضت لكم طلب هالبنيه هذه، لكن انتي وابوها مكسفين بحالها وكاسرين خاطرها. ولا بنيه فاهمه دارسه ومحبوسه، حالها حال كل البنات، باشر ليها نصيبها وتروح بيت ريلها. ولا خلاص شلي بعوارها الراس. انا بعد عمي بغيت تقول شيء؟ انا بغيت اقول شيء وتحسفت. ليش يا عمي الله يهديك؟ بدرية بنتك. اخاف الكلام اللي بقوله لك ما يعجبك. لا يا عمي حشا كلامك على عيني وراسي. خلوا بدرية تسافر للخارج وتقرا. يعني انت موافق؟ انا يا ابوك ما عندي مانع، موافق. هل انت مستانسه ليش ما تعرفين تقرين؟ لا والله يا عمي مو مستانسه، افتر راسي من الصبح وانا ادور لي احد يقرا لي الفواتير. بس يا عمي بدرية غير، بدرية معاها الشهادة الثانوية. ايه الزمن تغير يا بنتي، زمان اول اللي عنده الشهادة الثانوية ما فوق فوق، تالي عادتنا الحين مدري الثانوية ما تسوى. الحين اللي لازم اللي عنده كارلوريوس مدري مدري باور ستيرنج ذاك حقوق وجامعة مدري بعد شو بيجينا فوق الجامعة. عمي انا وابوها ما عندنا مانع انها تدرس بالجامعة هني، لكن هي اللي مصر انها تسافر برا. وانت بعد اقوابك ما يطاوعك ان بنتك تدرس برا. اي والله يا عمي. جل خلاص زوجوها سالم وريحونه. انا زوجها سالم؟ والله لا تنطبق السنة على الارض ما زوجها هذا، ما باقي بعد الا امها اللي راكبه راسها. بدرية القوة بدرية. اهلا. احمد اخوك هنا. اي موجود، تفضل. شكرا. تفضل دقيقة واحدة بس انادي. بدرية. نعم. اختي نورة تسلم عليك. الله يسلمها. عاد انتي مو بيايا تزورينها؟ امبلا لازم. صدق؟ متى؟ قريب. عن ابنك. وش جايبه بيتنا بعد اللي ما يستحي على وجهه؟ الله يهداك يا مريم. يعني سالم تحت امرك؟ متى ما تبينا هي يزورنا هي، ومتى ما زعلت عليه وعلى هلا خلاص؟ ما تطيقين تشوفين وجهه؟ يعني ما يكفي لنا صديق احمد؟ خلاص مو كفايه انا قاعد اشوفه برا؟ هذه مو بصديق احمد بس، هذه نسيبه. ولا انت نسيتي؟ اوه وش دعوه عاد نوره بتتم زوجة احمد؟ باكر يطلقها وياخذ اللي احسن منه. هذه اللي في بالك ما بيصير، ونوره مو برخيصه عند احمد حتى اهدها. انا امه وبيسمع كلامي. عيل انا اروح بيت مسالم وتهيني وتذلني؟ الله يهديك يا مريم، الله يهديك. بس سمعي، انا كلمت احمد وقلت له ما يرجعها الا ليه طلع عينها. شيك عمي. يا اخي مو بعرف صار فيها البنية، كل ما تمسك شهر ايام يطيح من يدها. يمكن تفكر في مشكلتك يا احمد. انا ايش فيني؟ ابد، انا في احسن حال واهدأ بال. يا احمد الله يهداك، بتخش على اخوك سالم بعد؟ بيني وبينك يا سالم انا حالتي زفت، بس ماسك نفسي قدام امي وابوي. يلا عاد قول حق اختك ترجع. ان شاء الله يا احمد،
من ناحية نورة أنت طمن إن شاء الله ما يصير للخير. أما إذا كان على أمي فشرط أنا أكون كفيل بها، شرط ما تدخل بينك مرة ثانية. ترن على بابكم والهان ومسير أسأل على اللي سأل محبوبي لصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. سالم إيش فيك؟ شو مفرحك كذي؟ إيش هالأناس؟ إيش حق مستانس؟ الحمد لله يما الحمد لله كل شيء تمام. إيش هالأناس؟ إيش هالفرح؟ قول لي بس لا تنشق دشداشتك من هالفرحة. الدنيا حلوة حلوة وايد وايد يما. سالم قول لي وين كنت؟ يما تبيني أكذب عليك ولا ما أكذب؟ لا تكذب ولا شيء. كنت عند أحمد. وروحتك لأحمد تفرحك هالشكل؟ يه ما برفيجي. سالم ومعزتي عندك تقول لي الصج، أنت رحت لأحمد ولا حق أخت أحمد؟ أخت أحمد؟ إيه أنا قلت بدرية. تبين الصج يما؟ أنا صراحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الاثنين. شفت احمد وشفت بدريه، بس بدريه شفته بصدفه ولا انا كنت متعني حق احمد؟ وش حقه رايح؟ يما الله يسلمك يرضيك باللي صاير بين احمد ونوره، انا رايح اصلح الموضوع بينهم. وهم بعد بدريه تي هني عند اختك نوره علشان اصلح الموضوع مو كذي؟ والله يما اظن هالشكل اظن ولا اشيبها. شوف يا سالم الحكي هذا ما يطوف علي، اكيد في من وراه شيء ولازم اعرفه. ابدا يما ما في اي شيء يصير من وراك. سالم انت عندك نية تخطب بدرية مرة ثانية؟ والله يما اذا فكرت اتقدم لها مرة ثانية لازم بعلمك. ليش اخش عليك؟ اكيد هذا انت قلتها بعظمة لسانك. يما الجو بيننا وبينهم تكهرب واقل حاجة بيضربون شوط، شلون تبين اتقدم لهم في مثل هالجو؟ واذا هدا الجو وراحت الكهرباء ايش بتسوي؟ اسوي اللي ابيه يما واللي الله يكتبه. ما يلام الولد معذور يا ناس، البنت حلوة
لكن تذلف مدام وراها هالأم. اليوم فرح باكر حزن مثل الرسوم ملونة. أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام أحلى الأيام. لا 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 لا, لا هذه الحياة جنة يا ناس كل عايش عايش على فنة. لا 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 لا, لا هذه الحياة جنة يا ناس كل عايش عايش على فنة. ودي أضيع بس يا وانجلع عنا. ودي أضيع بس يا وانجلع عنا. شو أسوي يا ربي محتارة في أمري حكم الأهل جاسي. شو أسوي ما ونعيش معكم عمر ونعيش معكم عمر.